نمشيو مباشرة للشيوات لالا مولاتي عند أم لوجين وغادي نتعرفوا على الشيوات اللي غادي توجد للمستمعات اليوم. صباح الخير أم لوجين. صباح الخير لالا سناء. صبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك يا رنتيا. بارك الله فيك لالا اختك ومرحبا بك معنا اليوم. الله يبارك فيك وشكرا لك على الصلاة. تحية كبيرة لك ولكل الأخوات اللي معك وتحية للمتتبعات نتاع قناة أم لوجين وصفحتنا على الفيسبوك وكنشكرك على الفرصة اللي عطيتني لي ومرحبا معكم إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. تحيتنا لك. شكرا لك. نبداو على بركة الله. إيه إن شاء الله. غادي نديرو اول وصفه كفتان تاع السردين المقليه، يعني هذه كياكلوها الوليدات كتعجبهم بزاف. ان شاء الله يجربوها الاخوات وتعجبهم. بالنسبه للمقادير عندنا كيلو تاع السردين كناخذوه نقيوه نحيدو له ديك القشره الفوقانيه ونحيدو له الشوك. غادي نطحنوه. افضل اننا نطحنوه ديك الاله تاع الاله التقليديه تاعنا اللي كنطحنو فيها الطماطم. الطحنه اليدويه ديال مطيشه. الطحنه اليدويه. ثم كنضيفو عليه جوج معالق نتاع القزبر المعدنوس، كنضيفو عليه جوج معالق خبز محمص نتاع لا شابور، واحد البصله محكوكه غليظه، عندنا ثوم باودر تقريبا واحد نص معلقه صغيره، إذا ما كانش متوفر كنضيفو نص نتاع الثوم، عندنا حبه بيض، ثم كنضيفو التوابل اللي هي فلفل أسود، طبعا التوابل كتبقى على حسب الذوق، عندنا الملح، كمون، وفلفل أحمر. وشويه نتاع القزبر اليابس. كنخلطو كاع المقادير وكنديروها نخليوها واحد شويه، يعني الا شفناها باقيه يعني ما تجمعتناش نقدروا نضيفوا اكثر من جوج معالق نتاع لا شابلور. يعني على حسب السردين، فنخليوها ترتاح واحد شويه ونشكلوها كويرات، نحاولوا نبسطوهم شويه وندوزوهم في لا شابلور ونقليوهم، يعني نخليوهم شويه كيرتاحوا ونقليوهم. نحاولوا دائما في القليان اننا ما نديروش حاجه كبيره، يعني نديروا مقله صغيره باش ما تهزناش الزيت بزاف، وكنقليوهم ونديروهم في ورق نشاف يعني، وكنقدموهم مع سلطه او بلا ما كيجيو بحال الكفته. كيجيو بحال الكفته، كيجيو رائعين، ما كيجيوش شاربين الزيت، وان شاء الله يعجبوهم هاد الوصفه هادي ان شاء الله.